إذن وبالعودة إلى تظاهرات النجف التي خرجت في كل من الناصرية والنجف تزامنا مع الذكرى الأولى لمذبحة النجف التي قامت بها، كما هو معلوم الميليشيات ضد المتظاهرين السلميين. ينضم إلينا محمد الخياط الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوب بالناصرية. أهلا بك معنا السيد الخياط. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. مشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد الخياط. يعني أنباء عن تصعيد من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي، لو تصف لنا كيف بدأت الانتهاكات الأمنية ضد المتظاهرين وكيف هي الأوضاع الآن من حولك؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة أنا نتحدث من ساحة الحبوبي في هذه اللحظات، أنا الآن متواجد في ساحة الحبوبي، وأعتقد مشاهديكم الكرام يستمعون إلى بعض الأصوات التي تصدر هنا في ساحة الحبوبي. الحقيقة اليوم كان هناك تصعيد في الناصرية من قبل القوات الأمنية وإصابات بعض المتظاهرين بجروح، 3 مصابين لدينا اليوم في ساحة الحبوبي. وأعتقد بأن هذه ساحة الممارسات هنا في الناصرية شبه يومية، وإذا كان هناك اليوم الحقيقة ساحة الحبوبي كانت اليوم مكتظة بالمتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم الدستوري، لكن الظاهر بأن هناك البعض من هذه الأحزاب والكتل والميليشيات لا تريد للمدينة أو للعراقيين أن يرفعوا أصواتهم ضد الفساد وضد القتل وضد ما يجي في هذا البلد. لذلك الحقيقة اليوم هذه الإصابات أيضا تضاف الإصابات التي تعرض لها المتظاهرين هنا في الناصرية من قمع وإرهاب. والشباب اليوم بعد تم الاعتداء على المتظاهرين تم قطع جسر حضارات في الناصرية، إضافة إلى حرق الإطارات وقطع بعض الطرق الرئيسية هنا في المحافظة. الحقيقة نحن نقول بأنه هو المتظاهر يخرج ضمن الدستور، لا يخالف الدستور، والمتظاهر يخرج بدون سلاح، لكن الحقيقة بأن هؤلاء لا يريدون، يعني يريدون أن يعني هذه الأصوات الوطنية التي تطالب بقضاء على هذه الميليشيات وهذا السلاح المنفلت وهذا الفساد وهذا الإرهاب اليومي وكل هذا، لا يريدون هذه الأصوات الوطنية أن تتعالى ضدهم. لذلك يحاولون بشتى الوسائل، وقد فشل. وأقول لكم مشاهديكم الكرام بأنهم مارسوا كل الأساليب الهمجية، كل الأساليب البشعة ضد المتظاهرين السلميين هنا في الناصرية كما هو الحال في المحافظات الأخرى، لكنهم فشلوا في كل هذه الأساليب الإرهابية. لذلك نقول لدينا اليوم جرحى ولدينا إصابات بعد إطلاق الرصاص الحي وبعد القنابل الدخانية، لدينا جرحى في المستشفى أحدهم مصاب بذراعه والآخرين أيضا. عدد هؤلاء الجرحى سيد محمد لو تذكرنا بأعداد هؤلاء الجرحى كم هو عددهم؟ الحقيقة لدينا 3 جرحى اليوم في الناصرية، لدينا 3 جرحى، إصابة أحدهم بليغة بعد تعرضه لإطلاق نار حي بالرصاص الحي، يعني لا أعرف كيف يتم مواجهة العراقي بالرصاص الحي وهو يمارس حقه وهو يمارس تظاهرات سلمية. التظاهرات في الناصرية أنا أتحدث لك الآن مع ساحة الحبوبي، يعني وأنا موجود الآن في هذه اللحظة في ساحة الحبوبي، المحلات موجودة والدوائر الحكومية موجودة، وليس هناك أي اعتداء من قبل أي متظاهر سواء الممتلكات الخاصة على الممتلكات العامة، وهذه هي الممتلكات الخاصة الآن موجودة يعني، والمتظاهرون أيضا متواجدين. لكن الأجهزة الأمنية لا تريد، وبعض الأحزاب الحقيقة وهي بعض الأجهزة الأمنية حقيقة هي بالأساس محسوبة على هذه الأحزاب. والأجهزة الأمنية جاءت، نعم القيادات الأمنية هي مسيرة من قبل هذه الأحزاب، القيادة الأمنية العليا أنا أتحدث معك وأقول هي بالأساس هذه القيادات هي مسيرة من هذه الأحزاب. لذلك هذا القمع الذي يحدث هنا في الناصرية، وأيضا يوم أمس كان هناك اعتداء على أحد المتظاهرين من خلال عبوة في مدينة النجف، ولدينا إصابات أخرى، وهذا يعني تجيير رمانات، وهذه الأمور حقيقة لا تؤخر من عمل المتظاهرين، ونحن أصبحت لدينا شبه معتادة. لذلك لأن هدفنا أكبر، هو هدفنا هو إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة. نحن لم نخرج، قضية الكهرباء والماء أصبحت في خبر كان بالنسبة للمتظاهرين السلميين، ياك العزيز وليسمع. وقبل أيام أيضا ناديت الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، أنا أستغرب وإذا أكرر كلامي وأقول أوجه كلامي للأمم المتحدة وأقول عندما تقوم بلاسخات بزيارة طهران لماذا لا تأتي إلى الناصرية وتطلع
لماذا تقابل يعني هذا القمع وهذا الاعتداء اليوم الهمجي هنا في الناصرية وهي ممثلته متحدة وعليها ملاحظة حقوق الإنسان؟ اللهم إلا هي يعني إذا كانت هي جزء من عمليات القمع، وهي أيضا نحن لدينا مؤشرات كبيرة على عمل الأمم المتحدة في العراق، وهذه قضية يجب أن تصل إلى الأمم المتحدة من خلال كل وسائل الإعلام الموجودة. لذلك يا أخي نحن نقول لازلنا نتعرض للقمع، ولا زال المتظاهرين هنا في الناصرية يتعرضون لشتى أنواع القمع وشتى أنواع الترهيب، ونحن لا نعرف الليل ماذا يأتي في الليل بالعبوات ليلية أو شبه ليلية. ولدينا أصبحت يعني إحصائية، وأقول لكم هذه الإحصائية اعتبرها يعني إحصائية رسمية، يعني هنا يعني خلال هذه الفترة وخلال هذه السنة كل 48 ساعة هناك عبوة على أحد على منازل المتظاهرين، كل 48 ساعة تصور. وكل هذا الذي يجري ولحد هذه الدقيقة التي أتحدث بها معكم لم يتم إلقاء القبض على أي مجرم، ولم يتم إلقاء القبض لا على أبوه ولا على غيره ولا على هذه التصرفات. نعم سيد محمد، هذه التصرفات الحكومية يعني والاستهدافات المتواصلة لهؤلاء الناشطين، ألا يخشى منها من تراجع همة وعزيمة هؤلاء المتظاهرين بتحقيق أهدافهم أم ماذا؟ أخي العزيز، الحقيقة جربناها منذ عام 2011، هي ليست وهي اليوم. الحكومات المتعاقبة مارست شتى أنواع الضغط والإرهاب ضدنا طيلة هذه السنوات. نحن لن نتراجع، لدينا هدف. يعني نحن أين نذهب إذا ذهبنا إلى بيوتنا لعبوات تنتظرنا في كل مكان وإن تطهرنا؟ يا أخي بالعكس، كلما يزداد، أنا أقول لك وهذا كلام يعني للمشاهدين، كلما يزداد القمع وكلما يزداد الإرهاب وكلما يزداد الاعتداء علينا، كلما نزداد إصرار وعزيمة على قضية كرامة أصبحت بإضافة إلى أنها قضية وطنية، هي أصبحت كرامة شخصية، أصبحت تحدي أمامنا قوة فاسدة وأمامنا ميليشيات ترفع السلاح بوجودنا. ماذا ننتظر؟ وكيف نبني مستقبل أطفالنا وأحفادنا في ظل هذه الميليشيات المنفلتة التي تقتل كائن من يكون وقد أحيانا تكون الهوية؟ نحن نقول ونؤكد، ومن خلال قناتكم نؤكد أيضا بأن كل ما يزداد القمع وكل ما يزداد الظلم نحن نواجهه بعزيمة أشد وأكثر. والدلالة على هذا اليوم رغم القمع ورغم العبوات الليلية ورغم كل ما يجري، الشباب اليوم الذين خرجوا إلى ساحة الحبوبي شباب بالمئات، واليوم كانت تظاهرة حقيقة، تظاهرة كبيرة هناك، تظاهرة حاجزة اليوم في الناصرية. لذلك هذه الأمور لم تؤثر علينا، بالعكس، وإنما تزداد عزيمتنا في مواجهة كل هذه الأساليب الهمجية التي يحاولون قدر الإمكان أصوات هذه الأصوات الوطنية من خلال هذه الأساليب التي هم يتصورون بأنهم سوف يقضون على هذه الأصوات. شكرا. نحن نقول لهم نحن في تحدي مستمر ونحن متواصلون في تظاهرات. شكرا جزيلا لك محمد الخياط، الناشط في التظاهرات، كنت ضيفا عبر الهاتف من ساحة الحبوب بالناصرية.